بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قدم معنا في كتاب التوحيد أن خالق العدالة أربعة آية وتكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أننا نأتي بما جاء في القرآن آية، أما المعجزة هذا لم يأتي يعني آتي هذا اللفظ أي لفظ آية في ما للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فنقول آية لأنه هذا الذي جاء في القرآن. طيب الثاني كرامة وتكون لأولياء الرحمن، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الإيمان والتقوى. معجزة أن يعجز عنها بعض الناس، وفتنة نسأل الله السلامة والعافية، وتكون لأولياء الشيطان. الرابع فضيحة. الآية واضحة جدا، ولا يمكن لأحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعي أن لديه آية، وأن ادعى هذا أحد فهو كافر أكبر، ومن صدقه فهو مثله. الإشكال عندنا في التفريق بين الكرامة والمعجزة والفتنة، وهذا واضح الحمد لله، من كان مؤمنا تقيا كان له وليا، لا إيمان ولا تقوى فهذا ولي من أولياء الشيطان. ألف شيخ الإسلام كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الولي من أولياء الرحمن تأتي هذه الكرامة دون أن يقصد، لكن هذا المعجزة والفتنة تأتي بقصد. هذا استدراج نسأل الله السلامة والعافية، وهذه تأييد. الولي من أولياء الرحمن هو في هذا متبع للنبي، أما الولي من أولياء الشيطان هو في هذا متبع للشيطان ولا يتبع نبي من الأنبياء أصلا. نعم هذا الولي حاله عندما تأتيه الكرامة يتواضع وتزيد في إيمانه، وهذه نسأل الله السلامة والعافية تزيد في طغيان. وسيأتي معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يقرون بكرامات أولياء الرحمن، مثال ما تقدم معنا من قصة مثلا عمر رضي الله عنه يا سارية الجبل وغير هذا. نعم قال: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. خوارق العادات يعني يأتي شيء على خلاف ما اعتاده الناس. نعم. في أنواع العلوم والمكاشفات. العلوم مثل ما قلنا في ترجمة الشيخ الإسلام أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه في علوم. نعم هذا من كرامات الأولياء. نعم. وأنواع القدرة والعلوم والمكاشفات كما حدث مع عمر رضي الله عنه. نعم، وكذلك يقال الصديق رضي الله عنه عرف أعلم الله سبحانه وتعالى ما في بطن زوجي. نعم، هذه مكاشفات. نعم. وأنواع القدرة والتأثيرات. نعم، قدرة والتأثيرات. قلنا إنه كان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم أي بعض الصحابة يقاتل جيش وحده. نعم، هذه كرامة أولياء، مثل ما حدث لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان مثلا علي رضي الله عنه يعد بألف. نعم، جيش وحده. والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن سورة الكهف هذه السورة تقرأ في يوم الجمعة. هذه السورة فيها تحذير من الفتن، ولهذا تكرر في كل أسبوع. فتنة الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، انتبه الذين ذهبوا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه
وكان أمره فوضى. ما استفاد شيء من هذه الدنيا نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم. فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي قصد بها عليه الصلاة والسلام الاتباع. ولأن عمر رضي الله عنه عندما رأى أن أناس يتتبعوا أماكن لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل في مكان عليه الصلاة والسلام وبال فيه، هل تقصد التعبد لله بهذا؟ لا. فعندما صار أناس يتتبعوا هذه الأماكن نهاهم عنها عمر رضي الله عنه، وقلنا أنه قطع مثلا الشجرة التي كانت تحتها ويعتبرها. نعم، آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي تقصدها النبي صلى الله عليه وسلم قصد بها التعبد، كمثلا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بالمشعر الحرام مثلا، ظاهرا وباطنا. مثال باطنا، الآن تصلي ركعتا سنة الفجر، راتبة الفجر ركعتين، تنوي بها أنها سنة، في الظاهر تصلي ركعتين وفي الباطن تنوي أنها سنة، لو غير بعض الناس هذه النية ونوى بها أنها واجبة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم باطنا. نعم. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله حيث قال عليكم بسنتي. عليكم يلزم سنتي أي طريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم أكد هذا التمسك بالسنة بأن تتمسك بها بكل ما أعطاك الله من قوة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عما كان عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نحن الآن في خطر البعد عن زمن النبوة، هذا في خطر، والدليل قول النبي فإنه عليه الصلاة والسلام فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعم. قال وإياكم إياكم يعني يحذرهم. نعم. محدثات الأمور ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة لم يستثن شيء، بل قال علماء أهل السنة أن هذا من العموم الذي لم يخص. والنبي صلى الله عليه وسلم في غالب خطبه عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا أمام الملأ، كل بدعة ضلالة. نعم. ليس هناك بدعة حسنة. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا أن الميزان الذي يوزن ما عليه الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. وصل إلينا الدعاء كان يدعو به شيخ الإسلام رحمه الله مثلا، فماذا نصنع؟ نعرض هذا الدعاء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وافق أخذنا به، لم يوافق تركنا. نعم. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. أين هذا؟ في العمل الآن تذكر إنسان بالله بدليل من الكتاب والسنة، ماذا يصنع؟ لابد أن يقدم كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على ويقدمون هدى هدي ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. نعم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. نعم. والسنة لأن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن واجتمع عليها لم يتفرقوا. نعم. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع لغة الاتفاق، إن قومي تجمعوا بقدر يتحدثوا لا أبال بجمع كل جمع مؤنث. هو على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الإجماع له أقسام. إجماع قطعي، هذا الإجماع القطعي منكره كما يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كافر، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولا يدري يبين له.
أنكر كفرنا، راجع تركنا. الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، على فرضية صيام رمضان، تحريم الزنا والربا مثلا، أجمعت الأمة على هذا، فمن خالف هذا فهو كافر. نعم. وقال هو رحمه الله: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، أي القرون المفضلة الثلاثة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني لا نستطيع أن نحصر العلماء اليوم في العصر الحاضر، أي الهند وكذا وكذا مثلا. نعم. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. نعم، لأن الأصل في العبادات المنع، والأصل في العبادات الحل إلا لدليل. نعم. والإجماع الذي ينضبط، الإجماع الذي ينضبط يمكن ضبطه ما كان عليه السلف الصالح القرون المفضلة الثلاثة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وافترقت الأمة. ولهذا قال أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، أي بعد القرون المفضلة الثلاثة. نعم. وما يدري لعلهم اختلفوا. نعم. لأننا لا نستطيع أن نجمع العلماء بعد القرون المفضلة الثلاثة. فصل. ثم هم مع هذه الأصول، مع هذه الأصول، نعم، يأمرون بالمعروف، يأمرون بالمعروف، إذا لابد من العمل، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كيف؟ على ما تقتضيه الشريعة، لا على خلاف الشريعة، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر على ما تقتضي الشريعة. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد. لماذا يقول يرون أهل السنة والجماعة جعلني إياكم منهم؟ يرون إقامة الجمع والجماعات والأعياد مع الأمراء والحكام، أبرار كانوا أم فجار، يريد أن يرد بهذا على الرافضة، لأنهم قالوا أنه لا يمكن إقامة الجمع والجماعات والأعياد ولا الحج ولا غيره إلا خلف إمام معصوم. نعم. فهو يقول إقامة الجمعة مع الأمر، أبرار كانوا أم فجار. نعم. ويدينون يدينون، أي يعتقد أن هذا دين يتقرب به إلى الله. يدينون بالنصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعتقد أن هذا دين نصح لكل مسلم، بويع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النصح لكل مسلم. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن لابد أن نتناصح إخوان، نتعاون على البر والتقوى حتى تقوم الأمة. نعم. وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. ويأمرون بالصبر عند البلاء، الصبر عند البلاء، هذا ما أخذنا في القواعد الأربع عنوان السعادة، صبر عند البلاء امشي. ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. إذن عندنا حلو القضاء ومر القضاء. نعم. طيب. ويدعون إلى مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق أعلى ما يكون، كان خلقه القرآن، مكارم الأخلاق. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أحسن ما لديك هذا تخاطب به. نعم. ومحاسن الأعمال، ومحاسن الأعمال كذلك. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، صائم ولا يفطر، قائم ولا ينام، بحسن الخلق، الكلمة خارجة من خارج يا أخي جعلها تخرج. طيب. نعم. قال: ويندبون إلى أن تصل من أن تصل من وصلك. لا، ليس الواصل بالمكافئ،
أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. تصل من وصلك، لا ليس الواصل بالمدرك، تصل من قطعك، تعطي من حرمك، هذا هو الإحسان. نعم. وتعفو عن من ظلمك بشرطين: القدرة وإرادة الإصلاح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نعم. وقلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني طلب منه الخليفة، قال ماذا نصنع في هؤلاء؟ قال اعفو عنهم. نعم. ويأمرون ببر الوالدين. يأمرون ببر الوالدين، والبر يرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشرع. نعم. وصلة الأرحام. صلة الأرحام كذلك. وحسن الجوار. حسن الجوار. وال جوار الجيران ثلاثة: جار، مسلم، قريب، له حقوق ثلاثة: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وجار مسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار كافر له حق واحد حق الجوار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتراءى نارهما. نعم. والصاحب الجنب قيل أنها الزوجة، الإحسان إليها. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. الإحسان إلى اليتامى، اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، مات أبوه ولم يبلغ، إذا بلغ ليس بيتيم، مفهوم؟ نعم. الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين إذا ذكر الفقير مع المسكين، الفقير الذي لا يجد شيء أو يجد دون الكفاية، والمسكين يجد لكن لا يكفي مدة عام، وإذا ذكره المسكين وحده دخل معه الفقير. وابن السبيل نسب إلى السبيل لأنه خرج عن بلده. نعم. قال: والرفق بالمملوك. الرفق بالمملوك، سواء كان من الإنسان يعني عبيد أو من الحيوان، الرفق بالمملوك. نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء. ينهون عن الفخر والخيلاء والترفع والتكبر على الخلق والاستطالة عليهم بحق وبغير حق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق. وإذا خاصم قال فجر، صلى الله عليه وسلم. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. نعم. سفاسفها. نعم. سفاسفها. وكل ما يقولونه أو كل فعل وكل قول يقول أهل السنة والجماعة هم فيه متبعون لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا مبتدعون. المرجع عندهم الكتاب والسنة، مفهوم؟ سواء كان في الأقوال أو في الأفعال. نعم. هذا الضابط لديه. قال: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. هي دين الإسلام الذي بعث الله سبحانه وتعالى به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، أراد المؤلف والله أعلم قبل أن يأتي بالخاتمة أن يحذر من افتراق الأمة، وأن يأتي بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. الصحابة رضي الله عليهم ما سألوا عن هذه الفرقة، سألوا عن الفرقة الناجية. فماذا نصنع؟ نصنع الذي صنع، نسأل عن هذه الفرقة الناجية. قال الجماعة، وفي رواية قال: ما أنا على اليوم وأصحابه. إذا لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عليهم. نعم. قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. هذا تقدم معنا.
ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال. نعم، يعني من يجدد للأمة الدين كما يعني في الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب كما في الشيخ الإسلام رحمه الله الجميع. نعم. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية شيء واحد. نعم. الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إذن هل في تسلية لبعض الناس يخذل ويخالف ولكن ينصر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولكن هذا الشرط إلى قرب قيام الساعة، إنه لا تقوم الساعة إلا شرار الخلق. نسأل الله السلامة. نعم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم ختم المؤلف بالدعاء وتبرأ من حولي ومن قوتي. هذا في عبرة لمن يقول أنا السلفي ولا سلفي غيري أو كذا أو كذا من الكلام الذي تسمع، حتى يعني يكتب في اسمه السلفي الأثري كذا. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف مؤلفات، له أكثر من 1000 مؤلف يكتب من حفظه، شهادة له الأمة، لقب بشيخ الإسلام وكذا وكذا وكذا، وفي نهاية المطاف يقول نسأل الله أن يجعلنا منه تبرأ من حوله ومن قوته والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وسوف يأتي بإذن الله في تدمرية، أن شيخ الإسلام في نهاية التدمرية نصح بنصيحة، قال في النصيحة: تدمن النظر في نصوص الكتاب والسنة وكتب السلف. السلامة طريق السلام، تدعو الله، اللهم أنت تعرف الخلاف وبعض الإشكالات في هذه الأيام، قال تدعو الله: اللهم رب جبريل وميكائيل إسرافيل فاطر السماوات الأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هنا يدعو المصنف رحمه الله تعالى ويتبرأ من حوله ومن قوته، مع أنه يؤلف لنا ويكتب لنا ويعني هذا البيان وهذه الوسطية وكذا، وفي نهاية الوسطية هذه الوسطية: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نسأل الله. نعم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. أي من أهل السنة والجماعة. نعم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. ثم بعد هذا قال: والله أعلم. نسب العلم إلى الله، والله أعلم. كما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول رسالة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الرسالة. نعم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، والله أعلم. ماذا نصنع في نهاية الدورة؟ تعتبر أن الدورة لم تكن وأن الدورة بدأت من الآن، تأخذ الأوراق والاختبارات، تأخذ الشروحات التي قلنا عليها، وتبدأ بالأصول الثلاث، تحفظ المتن. لا يمكن إلا الحفظ، فكل حافظ إمام إلى عمل. ذهب كل شيء، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، بقي ما حفظ. إذا أردت أن تضبط المعلومات والشروحات وكذا تحفظ. أقل ما يحفظ في متون العقيدة التوحيد، كتاب التوحيد، عقيدة وسطية مهمة جدا، ورأيت. وبعد هذا ترجع مثلا، قلنا تمشي على طريقة واحدة، طريقة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، تأخذ شروحات الشيخ بن عثيمين رحمه الله، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في الأصول أو ما إلى ذلك، وتمشي على هذه الطريقة، تجعل لك برنامج يومي. تستطيع بإذن الله أن تجعل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يدرسك في
وقت تريد الشيخ يسكت يسكت، إجازة إجازة، يراجع يراجع، ماذا تصنع؟ تستمع. وقت يسأل الشيخ توقف التسجيل تجيب، ثم تسمع الإجابة على هذا التسجيل. بإذن الله تخرج ابن عثيمين ثاني، سأل الله من فضل. طيب نعم، فنعتبر، نريد نعتبر أن من الآن بدأت الدورة، وعرفنا أننا بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا للطعام والشراب، وعرفنا أنه لا، أننا كل مقصر ولا بد أن نجتهد، والأمة بحاجة، وأنت تعلم، فقد قامت الحجة عليك، سائلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا. فلا يعني أعرف البعض يقول يا أخوان ما نستطيع، والله تعلق بالله ما أستطيع أنا أن أبقى معكم هناك، وهذا لديه عمل وهذا لديه شغل، تستطيع أن تطلب العلم؟ أنا أسألكم سؤال، الشيخ الألباني رحمه الله طلب العلم كذا وكتب وألف، كان الشيخ رحمه الله يعني يكتب، لم يجد أوراق يكتب عليه، يأخذ أوراق التي تلقى في الشارع وكذا والجرائد يكتب عليه، صدق يعمل في الساعات وكذا واجتهد، فتح الله عليه، يقف على السلم أحيانا 3 ساعات، هم يا رجل في الجمع في كذا. أنا أذكر لكم مثال بسيط، يعني أنا أعرف كلنا نحب الشيخ الألباني رحمه الله، لكن العبرة ليس بهذا المحبة فقط، انظر إلى الرجل كيف يصنع. والله وقت أزمة الخليج احتج بعض الناس عندنا بحديث، الحديث هذا رواه ابن عساكر في التاريخ، يعرف الشيخ الألباني رحمه الله هذا الكلام، أي حديث ينسب إلى هذه الكتب، كتب التاريخ وكذا، هذا فيه يعني إشارة إلى معرفة أنه ضعيف، لم يتكلم بهذا الكلام. والله ابن عساكر، التاريخ ابن عساكر في ذاك الزمن مخطوطة هكذا، قرأ الشيخ 6 مجلدات، في المجلد السادس وجد الحديث، اتصل على رجل في نصف الليل قال وجدت الحديث ضعيف، 6 مجلدات يقرأ من أجل حديث. قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية يراجع أكثر من 100 مرجع في التفسير من أجل آية، ويأتي البعض وبعد هذا يقول شيخ الإسلام كذا، الشيخ الألباني، حتى يمكن لا يقول الشيخ يقول الألباني، وسط. نعم أنا كنت أقول للأخ يعني هذه المسألة أخواننا، والله أنا ما أتكلم هذا الكلام إلا من باب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خير. نعم الكلام على يعني الشيخ الألباني رحمه الله كان يرى أن هذا العصر يعني ما فيه من الفتن وكذا والأمور عند النساء لا تنضبط، يرى أنه لا تعدد في العصر الحاضر، هذا فتوى الشيخ معلومة معروفة، ما أدري لماذا لم تصلكم وصلت بقية الفتاوى. ما أعرف، وعلى الرغم من هذا يعني يصنع بعض الناس ويصنع، يا أخي كن موحد الحمد لله. طيب إذا كان هناك يعني إشكال في كيفية التلقي، كيفية الطلب كذا، يعني أمور في الدعوة، يعني ممكن إن شاء الله نتكلم فيها في حدود نصف ساعة ثم ننصرف. نقف عليه الباب فقال من؟ قال إبراهيم. قال ماذا تريد يا إبراهيم؟ قال أريد أن تعطيني مما أعطاك الله. قال له انصرف. قال سبحان الله، اسمي إبراهيم لا ينصرف إلا إذا حلي باللام أو أضف. يا أخوانا ثمرة العلم العمل، المحبة الحقيقية، تقدم معنا للصالحين، يعني إن كان هناك محبة تكون
التزام طريق السلف الصالح. إن كان هناك محبة تكون بتثبيت هذه العلوم. التوحيد أهم ما يكون. ادعوا أخواننا علموا الناس التوحيد. والله الناس اليوم لا يعرف شيء. أي بعض الناس. والله تسأل بعضهم موجود هذا في اليوتيوب وكذا. والله يسأل من نبي هذه الأمة لا يدري. وأنت تعلم إنه هذه يعني 40 سنة وأكثر مرت على هؤلاء القوم يعني غيرت كل شيء. فلا بد أن نبدأ بالعلم، دعوة، نشر الكتب، نشر الأشرطة، بالترغيب مرة، بالترهيب مرة، بالدعاء لهم في ظهر الغيب. كل ما أعطاك الله من قوة ياخذ بالعلم. فبإذن الله بهذا نرى ثمرة. وحتى أنت يعني تجد أثر هذا في حياتك. الشيخ بن باز رحمه الله هذا الذي يسأل عن العلوم السورية. الشيخ بن باز يقول الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، لأنه قد يموت ثواني يدخل وينتهي، لكن أن يعيش هذه الحياة 60 سنة 70 سنة لله أمر صعب جدا. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد لله كن واحدا في واحد طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الآن دائما أكثر الناس يريد أن يحقق هذا وفي الغالب يحقق وهو الزواج. هذا وفي الغالب يحقق. يا أخواننا انظر والله يا أخي صدق أن تنظر إلى بعض الناس يعني أهدافه سبحان الله. والله زرت مرة طالب من الطلاب يعني أدخلوا المستشفى وصنع عملية له كذا، فكان يسأله الشباب قال ماذا تتمنى؟ والله تعبني. قال أتمنى أتم كتاب التوحيد وأحج. الغلام في قصة أصحاب الأخدود سأل الملك وقال للملك قال إنك لن تستطيع أحد. أمنيته ما هي؟ قال أن تأخذ سهم من كنانتي وتضعها في السهم وتقول بسم الله رب العالمين. ضحى بأغلى ما يملك أو من أغلى ما يملك. طيب ضحى بحياته حتى يدخل الناس في دين الله أفضل شيء. توحيد لابد يكون هذا هدفك في الدنيا، عبادة الله. الزوجة والسيارة والجو هذه تأتي تبع بإذن الله. من ترك شيئا لله عوض الله خيره. فلواحد لله كن واحدا في قصد في واحد طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور تأتي كلها تبع ولا أشكال. مفهوم؟ نعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للمحبة. أنا أريد إذا صورتكم مرة أخرى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الجنة يا رب. فإن يعني كان هناك زيارة أني آتي وأنا والله أستفيد منكم. يا أخواننا والله أنتم يعني العلماء بعد هؤلاء العلماء اللي ترى ما في شك. الآن الشيخ بن باز رحمه الله عندما كان يدرس الطلاب، محمد بن إبراهيم رحمه الله عندما كان يدرس الطلاب، لماذا كان يدرس؟ لأنه كان يعلم أن هؤلاء سيكون هم العلماء. فأنتم تدرس أولادي بعد فترة. إذا لم نهتم بكم ضاع أولادي، وأنتم إذا ما اهتميتم بالكذا ضاع أولادي ضاع الأولاد ضاع كذا. وأنتم تسمع الآن الكفار ويعرفوا من كان يسكن بلادكم. قل إحنا ما نريد هؤلاء كبار، ما
ميؤوس منه. أولادكم لنا، صح؟ أولاد قال أولادكم لنا. فلماذا أخوانا يعني نظل نقف نتفرج؟ شغلنا الكفار بأمور أنتم تعرفون، القيل والقال والغيبة والجرح والتعديل وغيره. علم الناس السنة، التمس رضا الله وإن سخط الناس. ف يعني هذا رجل واحد، رجل واحد محمد بن عبد الله وحده، انظر ما سمع، بماذا؟ إخلاص. شيخ الإسلام وحده بماذا؟ إخلاص. ابن القيم إخلاص. أخلص لله والتمس رضا الله والله تأتيك الدنيا صابرة. آخر شيء، الشيخ بن عثيمين رحمه الله في صغره كان الأولاد يلعب الكرة، يمر بهم وتعال محمد العب معنا، ووضع الكتاب يقول على صدري، قل إن شاء الله إن شاء الله يذهب للمسجد أدرس. هذا الذي كان يلعب الكرة يحدث عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول سبحان الله، ظننا أن هذه السعادة لعبنا الكرة، والدي كان يأخذنا للرعي وعندنا إبل وكذا. يقول الآن كبرنا وكبر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول سبحان الله، الشيخ بن عثيمين حصل زوجة وأولاد وجاه، ونسأل الله ندخل الجنة، نحسب كذلك أقول رجل صالح. وقل إحنا ما حصلنا شيء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع، لا تطع بعض الناس. أخي اشترى علمي كان يقول هذا يعني تجارة المفلسين وكذا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما استفاد شيء من هذه الدنيا. والله بعض الناس يموت، الله أكرمكم الله، قد إذا ماتت الدابة يعني تفقد وهو لا يفقد، وتعرف نعم. لكن عالم علم الناس بقي، يعني الآن الأئمة إلى اليوم يبقى ذكره. يا أخي اجعل لك ذكر واجعل لك علم استفاد منه، تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الناس التوحيد. فيا أخوان الجد والاجتهاد والمثابرة، واترك هذا الكلام اللي يقوله بعض الناس نكاح وكذا ومسائل، والله يعني هذه الأمور تلهيك. فلواحد كل واحد، تأتي الزوجة ويأتي كل شيء في وقته إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن والله أعلم. وسامحونا أخوانا، والله أنا ما يعني لعلي تلفظت على أحد وكذا أو شيء، لكن والله كما قلت لكم، كما قال معاوية رضي الله عنه، إني لست بخيركم ولكنني والله خير لكم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.